بيدي ايه للارض؟ بيحتوي على بكتيريا، انزيمات، هرمونات زي الجبريليك، زي السيتوكاينين. في بكتيريا بتسهل وصول العناصر للنبات، يعني انت ممكن تكون بتزرع ارض بقالك مثلا 10 سنين، في مترسبات الكيماوي اللي حضرتك بتحطه ده بتفضل مترسبه في الارض. الفيرمي كومبوست شغلته يحررها. طب لو انا استخدمت بعد كده رشتين كيماوي مكافحه، ما يأثرش على الدود؟ لا، ما بيأثرش نهائي خالص على البكتيريا أو على البتاع، لأن هي البكتيريا متواجدة في التربة، بمجرد ما العامل الضغط اللي عليها يخف بترجع تشتغل تاني طبيعي جدا، ما فيش أي مشكلة. إيه الفرق بين ده لما تدولي عشان أحطه في الأرض عندي، وما بين أن أنت تديني جركن اللي أنا شفته قبل كده فيرمي سائل ليكويد؟ مفيش اي فرق. اولا بينتجوا ازاي؟ يعني ده بيحولوا لسائل ازاي؟ ده بيتحط 20 كيلو فيرمي على 200 لتر ميه. 20 كيلو من ده؟ أيوة. على 200 لتر ميه عليهم نص كيلو عسل. العسل شغلته ان هو بيغذي البكتيريا، بيزود اعداد البكتيريا في الميه، وتحط عليهم موتور حوض السمك 24 ساعه، وبعد ال 24 ساعه تاخده تستخدمه. في حاله التسميد الارضي الفدان بياخد من السوائل دي لحد 80 لتر لو هو راي غمر، اما لو تنقيط من 20 ل 40 حسب نوع المحصول اللي حضرتك زرعه. انت تفضل ايه، ده ولا انا السائل؟ افضل الاثنين. يعني حضرتك تحط صلب وتحط سائل، لان الصلب ده له شغلانه اللي هو بيحسن خواص التربه، اما السائل شغلته ان هو بيديك فايده في الزراعه اللي انت زارعها وخلاص، يعني حاجه وقتيه. هو انت كل سنه لازم تحط فيرمي في الارض؟ بيتحط كل سنه. طيب ما انا الفيرمي ده بيبقى جواه البيض بتاع الدود، الشرانه دي بتنزل في الارض. طب هي لوحدها مصنع طبيعي، خلاص نزل في الارض، بحط ليه تاني؟ بحط تاني عشان بزود المعدلات لحد مدار مثلا 10 سنين، وبعد كده ممكن يبقى الدود عندي في التربه والدود تمام وهو بيسمد نفسه بنفسه. وانا بشتري الفيرمي اخد بالي من ايه عشان ما اخدش كومبوست؟ الفرق بين الفيرمي وبين الكومبوست، اللي شغال في الكومبوست هي نسب وكميات الماده اللي مش متحلله، يعني حضرتك لو مسكت كوبشه كومبوست في ايدك هتلاقي ان فيها قش، فيها بعض مواد ما اتحللتش 100%. الفيرمي ما فيهوش كده، الفيرمي لو مسكته في ايدك يبان كله تراب.